تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، مستنيرة بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي أرسى قواعد تعكس إصرار البحرين على تعزيز النزاهة والشفافية. تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يأتي هذا العام تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد والتعافي بنزاهة، وذلك في إطار العمل على تعزيز الجهود لترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد. أنشأت وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة الفساد للتصدي لشتى أنواع تلك الجرائم، كما أطلقت وزارة الداخلية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بنيت على مرتكزات أساسية أهمها تعزيز الشفافية وتعزيز النزاهة وتعزيز المساءلة بمفهومها الشامل، حيث أصبحت لا تقتصر على محاسبة المقصرين وإنما امتدت لتشمل توزيع الصلاحيات والسلطات على الموظفين العموميين ومتابعتها والإشراف عليها ضمانا لعمل مميز وفق أدق المعايير التي تضمن نزاهة العمل وجودته، تطبيقا لمقولة الوقاية خير من العلاج. طبعا على الجانب الإجرائي، باشرت إدارة مكافحة الفساد 64 بلاغ خلال العام المنصرم، تم إحالة 35 منها إلى النيابة العامة والانتهاء من إجراءاتها. يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الأمم المتحدة في 9 ديسمبر من كل عام تحت شعار متحدون لمكافحة الفساد ضمن سلسلة فعاليات الحملة السنوية الوطنية التي تقوم بها إدارة مكافحة الفساد لإذكاء الوعي العام لدى كافة شرائح وقطاعات وأطياف المجتمع بهذه الآفة الخطيرة وضرورة الحد من آثارها. ولا يخفى طبعا على الجميع جهود مملكة البحرين في تجنب الانهيار الاقتصادي جراء جائحة كورونا COVID-19، إن اتفاقية الأمم المتحدة وما حوته من أحكام وتدابير وآليات تعتبر الصك الأساسي والضروري لكل دولة أرادت التقدم والازدهار. لا يسعني حقيقة في الختام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح الحملة السنوية لمكافحة الفساد، راجيا من الله عز وجل أن يوفقنا والجميع إلى كل خير. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد واللي أقرتها الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر من كل عام، وحيث أن شعار هذا اليوم متحدون على مكافحة الفساد لأهمية التوعية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لجميع فئات المجتمع وجميع القطاعات العامة والخاصة، فتقرر إقامة حملة وطنية لمكافحة الفساد ومدتها شهر من كل عام. وفي هذا العام وبسبب أوضاع جائحة كورونا تقرر عمل ندوة عن بعد للموظفين المعنيين بشؤون المالية في الوزارات والهيئات، وأيضا عمل محاضرات عن بعد لطلاب المدارس الثانوية لغرس قيم النزاهة ونبذ الفساد، وكذلك إقامة معرض توعوي في مجمع سيف المنامة لمرتدي المجمع من تاريخ 8 إلى 11 ديسمبر، يتم فيه عرض أفلام توعوية وتعريف بإدارة مكافحة جرائم الفساد. ولا يقتصر الأمر على الجهود الرسمية في مكافحة الفساد، وإنما يجب أن تتكامل المنظومة المجتمعية لمكافحة هذه الآفة التي تهدد اقتصاديات العالم، وهنا يبرز دور المواطن. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، يأتي دورنا كمواطنين ومقيمين هو أن نقوم بتوعية الأجيال من بعدنا، لأن هذا واجب وطني للتصدي للفساد. ونشكر وزارة الداخلية على جهودها والدور الكبير والدور الوطني والتوعية لمكافحة الفساد، وكل هذا يدل على تكاتف الجهود وتعزيز روح المواطنة لدى الجميع. لعل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد مناسبة جيدة للتركيز على الجهود الوطنية وإبراز فعاليتها وأهدافها وآليات عملها لمواجهة الفساد.